فيلم مرة واحدة. امال انت فاهمه ايه؟ هو احنا بنلعب؟ انا لما لقيتك زعلان من موضوع البرامج ده قلت لا، انا لازم اثبت لشيشي ان احنا هنحط مملكتها في المكان المناسب. بس انت قلتليش بقى مين مخرج الفيلم ومين الكاست وانا هيبقى دوري ايه في الفيلم؟ افتكرتك هتحضنيها من الفرحه قبل ما اسال الاسئله دي. والله الاسئله دي هي اللي هيترتب عليها موقفي اساسا، اذا كنت هفرح ولا هطنش ولا هقول لكم ايه العك كده. يعني في كل الاحوال مفيش حظ. طب يا ستي، المخرج شاب جديد اسمه صديق الزايد، الكاست كله وجود جديد، ودورك فيه بطوله مشتركه تلعبي فيه دور مطربه فيديو كليب مترقعه من بتوع اليومين، عايزه تغني طرب والمنتج بتاعها رافع. يا ساتر، ايه الاحباط اللي على وش ده يا جيهان؟ بصراحه كنت متوقعه حاجه احسن من كده بكتير. ايه يعني؟ عايزه في اول فيلم تمثلي مع الشريف عرفه ويحبك احمد السقا وتغير منك منى زكي؟ ده انت متواضعه قوي. ما هو مش يا كده يا كده، انا عندي اعمل مشهد واحد في فيلم محترم على اني ابقى بطله فيلم محدش يشوفه. يا بنت مين قال لك كده؟ اليومين دول هما يومين افلام الهوب الجديده، انت مش عايشه في الدنيا ولا ايه؟ ما هي بتنزل وبترشق في الحيط، هو فيلم ولا فيلمين اللي نجحوا والباقي خلاص على كده. عشان ما اتعملوش صح، انما الفيلم ده هيتخدم عليه صح الصح وهيكسر الدنيا. دي القصه بتاعته حرقه قوي. حرقه ازاي يعني؟ لما تقري السيناريو هتعرفي. وهو فين السيناريو؟ بيتظبط، احنا بس عايزين نعمل لك فوتو سيشن عشان نوري صورك للمخرج، مش جايز يعترض عليكي. بلاش تقولها كده يا شادي لحسن تزعل. فين اللبس بتاع الشخصية؟ جاهز اهو، اتفضلي غيري هدومك في الحمام عشان نبدأ الفوتو سيشن، المصور جاهز بره. ايه اللبس الغريب ده؟ ده لبس الشخصية، مطربة فيديو كليب، ده يمكن احنا جايبين لك لبس حشمة شوية. ايه يا جهام مالك؟ مترددة كده ليه؟ تلاقيها خايفة لو كنا حاطين لها كاميرات في الحمام مثلا. ايه يا انسة جهام؟ انت فاكرين شغالين على حضرتك وبس؟ مش شايفة الريسبشن بره مليان شباب وبنات بيحلموا بربع الفرصة اللي جاية لك. انا ما عنديش أي اعتراض على اللبس، بس أنا لازم أقرر الأول إذا كنت هوافق ألعب الشخصية دي ولا لأ. أنا لازم أقرأ السيناريو الأول. نعم يا أختي، تقري الإيه؟ تفكر نفسك مين يا بنت؟ تعالي يا أستاذ جهان، شادي ما يصدش يزعلك. سيبك منها، دي دماغها جزمة، شوف لنا اللي عليه الدور، ورانا شغل، مش فاضيين للدماغة دي. انت يا بنتي مش كنت عايزه تغني؟ مالك انت بقى ومال التمثيل؟ هي المشكله في التمثيل ولا في الغنى؟ المشكله ان انا عايزه اغير حياتي بس مش عارفه. لا يا جهان، المشكله ان انت عايزه تمسكي العصايه من النص، سيبي الورقه من غير ما تقطعي كل اللي مربوطك بيها، وده يا بنتي مستحيل. مفيش حد بيكسب حاجه غير لما بيخسر قدامها حاجه. وانت بقى عارف انت عايز ايه؟ طبعا على الاقل انا عارف انا مش عايزه ابقى ايه. مش عايز ابقى زي ابويا اصبح فيا بات فيا، شايل هم غيري من غير ما استمتع لحظه بحياتي. مش عايز ابقى زي اخويا هيما بحارب على كذا جبهه وخسران فيها كله. انا احلامي اكبر من امكانياتي ومقضيها تريقه عشان ما اواجهش نفسي. مش عايز ابقى زي خالي الشيخ حسن عايش في مثاليات عبيطه، فاهم ان انا ببني مدينه فاضله بربي فيها اجيال وزرع وكلام حلو، مش قادر افهم اقرب الناس ليا. سيبك بقى من كل دول، انت عايز ايه؟ انا عايز اعيش حلم متاكد انه هيتحقق، حلم قريب مش بعيد، ابقى مغني مطرب مذيع، ليه لا، المهم ابقى غني ومشهور. لو فشل كل ده بقى احاول على بلان بي على طول، اشوف لي بقى سفريه كده لاوروبا لامريكا، واسيب الوراق اللي فيها، اسيب الوراق وراق وراق، جزيره الاحلام الضايعه اللي الناس فيها بتخلف عيال عشان يطلعوا شبهها، والعيال دي بتكبر تخش المدرسة عشان تخلف عيال يبقوا شبههم، والعيال بقى يتمرمطوا عشان يكبروا ويخلفوا عيال تبقى شبههم، وأنا مش عايز أبقى شبههم، مش عايز أبقى شبه أبويا، مش عايز أخلف عيال تبقى شبههم.